مكرم دكتور إسماعيل، كيف على الخطاب الثقافي في ظل يعني الأدوات الإعلامية الموجودة حاليا أن يعني نحصن المجتمع فيما يتعلق بعدم الانجرار وراء الإشاعة أو عدم التعامل معها؟ شكرا جزيلا. يعني الانفتاح له دور، الأحداث التي مرت بالإقليم أو بالعالم لها دور تأثير. جميل. يعني الآن قال لك إيش ثقافة في حرية الرأي، لكن ماشي حتى في الغرب حرية رأي مطلقة ما شيء. صح عندهم حرية رأي أكثر، لكن أيضا يمسكوا الفرامل، يستخدموا الكابح. في أمريكا نفسها اللي فيها تمثال الحرية ما يسمح بإنشاء حزب شيوعي، مع أنها أم الحرية. لماذا؟ لأن الشيوعية أصلا مضادة للرأسمالية، وأمريكا عقر الرأسمالية، فبالتالي مع وجود الحرية ما يسمح فيها بإنشاء حزب شيوعي. إذا ما عندنا حرية رأي هكذا. أنت لو واحد تعرض لمحرقة الهولوكوست تشكيكا في العدد فقط لا إنكارا لها، في النهاية ما يقول لحرية رأي، في النهاية عقوبة. وبالتالي في العقائد لا، العقائد هذه كما يستخدموها اليوم الخط الأحمر، لأنها من الثوابت. لما يأتي واحد ينضم لقصيدة أو يرى الجنة مزعومة أو الجنة موهومة أو أكذوبة الأنبياء فنقول هذا إبداع، هذا هو إسفاف. إذن حرية الرأي لابد مقيدة. أيضا ما يمكن الشخص يقول حرية رأي، فمثلا ربما قد يظهر في دولة من الدول يقول لي أعبر عن رأي بانفصال جزء من الدولة في أي دولة من الدول، ما ينبغي للمشهد الثقافي يتعاطف معه باعتبار أن هذا مثقف. هذه ما حرية رأي، لأنها تهدم الدستور أو تهدم النظام الأساسي أو يعني بل تهدم ما يدعو إلى الإسلام من وحدة. فبالتالي ما يمكن نقول هذه حرية رأي، هو أبدا يريد فصل جزء من بلاد أي دولة من الدول نقول خله يعبر. لا، أيضا قضية الإعابة، أنت هات الدليل إذا عندك، لأن أصلا في الشرع الإسلامي، في الشرع الإسلامي وليس فقط في القوانين، هو أصلا محرم عليك هذا الأمر، فكيف خط فيه واستبحته مع أنه محرم وتدعي دين الإسلام؟ إذن الحرية لابد لاحظها. أشار أيضا المتكلمون إلى قضية العيش المشترك. قد تكون لك أنت خصوصية، لكن انتبه، لست وحدك في العالم، ولا يوافقك الآخرون في فكرك، فتنبه. حتى مثلا في مجال في خارج الإسلام عودنا أنه أحيانا قد تحترم الشيء لا لذاته ولكن لما قد ينتج عنه. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، مع أنك أنت ذلك، هو ذلك الذي يعبد صنما، أو تراه ينتقل به إذا ذهبت إلى بعض الدول، هو يكون معه في الأجرة، في سيارة الأجرة، تقول له من هذا؟ يقول لك هذا الإله كذا، ثم تراه يصنع حركة. أنت هناك لا تعظم ذلك المعبود الذي هو يعبده، لكنك ممنوع من سبه أو قذفه أو ركله. لماذا؟ حتى لا يسب الله عدوا بفعلك أنت. إذن لابد نلاحظ هذه المسألة في قضية الحرية. نعم. يعني أنا سألتك عن الإشاعة، بس ما زلت أريد أن نستمر في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. الآن الأجيال تقول لك يا أخي أنا أريد أعبر عن رأيي، من حقي أن أقول رأيي، لا يمكنك أن تمنعني من أن أبدي رأيي. ولكن هذا الكلام قد يكون بدون معرفة واطلاع بأبعاد يعني ما بعد ذلك، ما يعني ماذا من بعد ما سيقول رأيه، ما هي ردة الفعل، ما هي مآلات هذا الكلام، وأيضا ربما تعدي على أنظمة وقوانين في البلد معمول بها، وربما أيضا على أشخاص
بحجة أنه هو يرى نفسه أنه أنا أريد أعبر عن رأيي. طيب، يعبر الإنسان عن رأيه، ونحن بما أننا نخص بالحديث ثقافة العمانية وفي عمان، هذه التعبير عن الرأي مكفول، ليس الآن فقط، حتى قديما في زمن الأئمة وفي زمن السلاطين، وتجربة الشورى واضحة، وأيضا هنا صار استشاري ثم ارتقت إلى شورى. التعبير عن الرأي نعم، لكن الإسفاف غير. الناس هنا حتى تعبر في آرائها السياسية، ليسوا في قبضة بوليسية أو يعانون من قمع، لكن يبقى إذا قذفت يؤتى ب هات ما عندك، إذا قلت أن فلانا سرق هات ما عندك. أنت أنا عندما أتحاكم أقول الشريعة تطلب الدليل، إذا لما تأتي المسألة علي لماذا لا، لماذا أتضجر عندما يقال لي هات الدليل؟ هذا من جهة الإشاعة. طبعا لو نحن نعلم أن الإشاعة ممكن تفت على الدول، لو تلاحظون خلال الحرب العالمية الأولى والثانية ممكن الإشاعة تهز جيوش في المقرات العسكرية، أماكن أحيانا عند الاشتباك لنشر الإشاعة، ولعلكم تلاحظون فيما يحدث في الإقليم من إشاعات رغبة في إنزال اقتصاد من قمته أو إحداث ضربة في النسيج الاجتماعي أو إفقاد الثقة بنظام سياسي. لذلك علينا أيضا أن نتنبه للإشاعة. فقط لو عدنا كيف أثرت الإشاعة عندما قيل أن السيدة عائشة تأخرت مع أحد الركب في غزوة من الغزوات عن عمد، لأنها إليه كما يروي المغرضون مياله، كيف أثرت الإشاعة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضاق بها ذرعا، هي أتت وقد مرضت، لكنها ما علمت ما سر تغير النبي، كان يقول لها كيف حالكم وكيف تيكم ولا يزيد، مع أن حالتها الصحية سوء. ثم أرادت الخروج مع أم مصطح لبعض شأنها، فتعثرت أم مصطح بمرطها، احنا نقول تكفرت بثيابها، قالت أم مصطح تعس مصطح لأن ولدها مصطح من ضمن الذين اتهموا عائشة بالسوء. عائشة ما تعلم شيء وما تعلم ليش النبي تغير، مع أنه رأس الدولة، وهو بالإضافة إلى نبي مرسل، أنه نبي مرسل. قالت لها أو تسبين رجلا شهد بدرا، قالت لها يا عائشة ما تعلمين ما يقال فيك، ثم شرحت، قالت فازداد بي الوجع، فطلبت من رسول الله الذهاب إلى أبي بكر، أذن لها بكل يسر. لماذا؟ لأن الإشاعة ترى أحيانا تهدم مجتمع. لذلك علي أنا نكون واعي، ترى أنت إذا عندك تحفظ على الحكومة الناس تخلط، تقول لك والله هذه الدولة، خلط بين الدولة والحكومة، الحكومة هي جزء مبسط جدا من الدولة، الدولة هي شعب وهي جغرافيا وهي حكومة. لذلك علينا أن نلاحظ هذه. فتلاحظ أيضا هذه الإشاعات تقف وراءها أيضا دول. شكرا جزيلا مكرم دكتور.